السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا اقتباس من بيان للإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني يبين كيفية الكشف عن الأحاديث المدسوسة في السنة النبوية. البيان سطره الإمام بتاريخ الأول من شهر ذي الحجة لسنة 1430 للهجرة الموافق 19 من شهر نوفمبر لسنة 2009. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن يا قوم، فالأمر بسيط لكشف الأحاديث المدسوسة في السنة النبوية وتطهيرها من الأحاديث التي جاءت من عند غير الله، أي من عند الشيطان الرجيم. فبما أن البيان هو أصلا في ذات القرآن، فحتما سوف تجدون الأحاديث المفترات من عند الشيطان على لسان الذين يؤمنون ظاهر الأمر ويبطنون الكفر والمكر ليكونوا من رواة الحديث، فحتما تجدون بين افتراءاتهم على الله ورسوله وبين محكم القرآن العظيم اختلافا كثيرا، وذلك لأن الحق والباطل نقيضان مختلفان. وسبقت الفتوى من الله مباشرة للمؤمنين بهذا القرآن العظيم المحفوظ من التحريف بأنه توجد طائفة من شياطين البشر يثيرون الإيمان ويبطنون الكفر ليكونوا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر الأمر، فيحضرون مجالس البيان للقرآن بالسنة النبوية حتى إذا خرجوا من عند نبيه يقولون على رسوله غير الحق. وعلمكم بالحكم لهذه المعضلة فحلها بينكم، وأمركم أن تقوموا بالمطابقة للأحاديث مع محكم القرآن العظيم، فما وجدتموه جاء مخالفا لآيات الكتاب المحكمات فقد علمتم أن ذلك الحديث النبوي ليس من عند الله ورسوله، بل جاء من عند غير الله ورسوله، بل من عند الطاغوت الشيطان الرجيم على لسان أوليائه من الذين يقولون طاعة لله ولرسوله ويبطنون الكفر والمكر ليصدوا المسلمين عن طريق أحاديث السنة النبوية حتى يردونهم بهذا القرآن العظيم كافرين، ثم يدعون إلى الاحتكام إليه فيعرضون. وقد قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فاعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. صدق الله العظيم. إذن يا قوم، قد أفتاكم الله في محكم كتابه أنه لم يعدكم بحفظ أحاديث السنة النبوية من التحريف والافتراء، وتجدون الفتوى محكمة من ربكم، فكم ذكرتكم بها في كثير من بيانات الكتاب في قول الله تعالى: ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فاعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا أمر الله رسوله بالإعراض عنهم وعدم كشف أمرهم وطردهم؟ وسوف تجدون الجواب في قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. صدق الله العظيم. ولكن المفسرين الذين يقولون على الله ما لا يعلمون قد أضلوا أنفسهم وضلوا أمتهم بتفسيرهم أن البيان الحق لقوله تعالى: أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. صدق الله العظيم. وقالوا أنه يقصد القرآن العظيم، أن لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولكن الله لا يخاطب الكافرين بقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. صدق الله العظيم. بل يخاطب علماء المسلمين المختلفين في الأحاديث النبوية، فأفتاهم الله أنه توجد طائفة من شياطين البشر بينهم يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر والمكر ليكونوا من رواة الأحاديث النبوية. ولذلك حكم الله بين علماء المسلمين أن ما اختلفوا فيه من الأحاديث النبوية فعليهم أن يحتكموا إلى القرآن فيتدبروا في محكم آياته البينات. وعلمهم الله أن ما كان من الأحاديث النبوية قد جاء من عند غير الله ورسوله بأنهم سوف يجدون بينها وبين محكم القرآن العظيم اختلافا كثيرا،
تصديقا لقول الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون. فاعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فهل وجدتم أنه يخاطب الكافرين أم المؤمنين بهذا القرآن العظيم؟ وسوف تجدون الجواب المحكم في قول الله تعالى: وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلم الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. صدق الله العظيم. ولذلك تجدون المهدي المنتظر يدعوكم إلى الاحتكام لكتاب الله، ليستنبط لكم الأحكام الحق مباشرة من كتاب الله، وأطهر السنة النبوية من الأحاديث المفترات تطهيرا بإذن الله، فأعيدكم إلى منهاج النبوة الأولى. ولكنكم يا معشر علماء المسلمين، أبيتم أن تجيبوا داعي الله للاحتكام إلى كتابه القرآن العظيم، وأعرضتم عن قول الله تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. فما خطبكم لا تجيبوا داعي الله؟ فلطالما كررت بيان الآية 81 و82 من سورة النساء التي تفضح المنافقين أنهم كانوا يفترون على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحاديث غير التي يقولها عليه الصلاة والسلام. وأمركم المهدي المنتظر بما أمركم به الله ورسوله، أن تحتكموا إلى كتاب الله للفصل بينكم إن كنتم به مؤمنين. وأوشكت السنة الخامسة أن تنقضي وأنتم لم تجيبوا داعي الله، وضاق صدري ونفض صبري على علماء المسلمين وأمتهم، لأنهم يزعمون أنهم مؤمنون بهذا القرآن العظيم، ولكنهم معرضون عن دعوة الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني، حتى تعلموا أني لمن الصادقين، تصديقا لقول الله تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم.